لدينا ما نقدمه في هذا الجانب، ان احنا نقدر نجذب جزئية التمويل تحقيقا للعدالة المناخية، لانه اعتقد ده جانب مهم جدا لتنفيذ ما يتعلق بسواء الكربون سواء داخل مصر، او اذا كنا هنصدر ده على المستوى الاقليمي او هندير ده على المستوى الاقليمي فيما يتعلق بافريقيا تحديدا. النهارده لما بتيجي تتحول هتبتدي تبص على الفيزابيليتي، انا عايز اوصل على الواك بتاعي اللي هو ينخفض اللي هو الويتد افريج كوست اوف كابيتال. مشكله الجرين بوندز وليه ايه المشكله يعني ليه لغايه دلوقتي ما اخدتش الحجم المفروض تتطرح بيه والدنيا تتحرك فيه ازاي، وايه اللي نقدر نعمله لو في اي حاجه يعني نقدر نعملها في الموضوع ده، على سواء على جانب تشريعي او على جانب سياسي.